المسؤولين سواء في التعليم الخاص أو في وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذا الاستغلال الصعب جدا على الناس. طيب عندنا كمان أهلنا في مرسى مطروح حيوة بتوجه بالشكوى دي إلى المهندس ممدوح رسلان. أهلنا بيعانوا من مشكلة مية في مرسى مطروح، السيد محافظ بيبذل جهد كبير جدا وإنما المشكلة بتتفاقم. أنا بتمنى بالفعل من المهندس ممدوح رسلان اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بعودة المياه بشكلها الطبيعي إلى أهلنا في مرسى مطروح. معنا أيضا مداخلة من النائب السابق الأستاذ أحمد أبو خليل. أستاذ أحمد اتفضل. أهلا بك سيادة النائب. شكرا شكرا المداخلة دي، وأشكر القائمين بالعمل على القناة وأشكر الأستاذ محمد أبو خليل رئيس الشركة رئيس القناة. الله يخليك. بالنسبة للموضوع اللي كان في أسوان بين العبسين وبين العباب ده، أيوة. هم يعتبر أقرب ناس لبعض العبسين والعباب دول. أقرب ناس في النسب وفي حب وفي ود وفي محبة. سبب المشكلة وصولها به إن طبعًا أنت عارف الدولة، أولا أنا بشكر الدولة على الإنجازات اللي بتتم في الجبل على التنقيب على الذهب. الشركة الحكومة قامت بتفعيل شركة الشلتين في عهد السيد الرئيس السيسي. النهاردة إحنا في أحلى عهد وأحلى رخاء بالذات في الصحراء الشرقية. جميع محافظات الصعيد وخاصة أسوان وقنا والبحر الأحمر هم النهاردة مستفيدين، أبناء القبائل في الجبل. سبب المشكلة إن كان فيه طبعًا الناس بتفتري شوية على بعضيها في الجبل وحصل سرقة ونهب واخد بالك وضرب وخطف بتاع، والحمد لله قربنا جات النظر في ظل الناس المحترمة العواقل والمشايخ واتحاد القبائل وتمت المصالحة. لكن نحن في ملحوظة مصابيش مهمة جدا جدا، وقلت لك قبل كده انا ان احنا الدولة مهتمة جدا جدا حاليا احنا بقول الدولة مهتمة جدا جدا بالقبائل في الجبل. نعم. والناس مستفادة جدا جدا بالذهب عشان ما ننكرش ونهمش حق الحكومة، لكن في بنطالب بحاجات تانية زيادة عشان خاطر مصلحة البلد ومصلحة الأهالي. يعني هذا شركة الشلتين سيادتك مصابي، شركة الشلتين تم تفعيلها في عهد السيد الرئيس السيسي. شركة الشلتين بتكون من البنك الأهلي وهيئة الثروة المعدنية والجيش. شركة الشياتين واخدة على الحدود المصرية السودانية. احنا نتمنى ان شركة الشياتين نوسع مجالها نخش ناحية مرسى علم وسفاجة والقصير عشان خاطر الناس ما تشتغل وراس المال يكتر واخد بالك وتمشي الدنيا. المهم تمت المصالحة؟ تمت المصالحة الحمد لله والفضل يرجع. نعم. تمت يرجع الفضل للمشايخ وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد عثمان. نعم. والشيخ أبو الفضل الفارسي وال شيخ العبابده وشيخ العبابسه والشيخ محمد العبسي اللي هو بتاع العبسي، الشيخ محمد العبسي ومحمد ابو البيه. نعم. لكن انا برضه مصري، انا اول حاجه بشكر سيادتك على المداخله دي، لكن اتمنى سيادتك ان الموضوع ده موضوع كبير ليه حلقات ثانيه كتير مع بعضنا. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليك سيد النائب احمد ابو خليل عن محافظه البحر الاحمر.